نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع أكد في اتصال هاتفي مع أخبار التلفزيون أن الأخبار التي تبثها القنوات المأجورة كالجزيرة والعربية معادية للعروبة وملفقة وعارية عن الصحة. ما تبثه القنوات المأجورة واللي عم تدعي أنه اسمها الجزيرة العربية أو غيرها الجزيرة والعربية هي قنوات ليست عربية ولا تمثل العروبة في شيء، هي ضد العروبة، وهالأخبار هي بالتأكيد هي معادية للعروبة وعبارة عن أخبار ملفقة عن انشقاقات عسكرية عم يدعوا في إدلب والميدان ولواء الثالث مدرع وانفجارات في الفرقة الرابعة. هالكلام هذا، هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وإدلب الوضع فيها مستقر والميدان هناك جولات لل محطاتنا الإعلامية موجودة في الميدان وعم تصوروا تشوفوا أنه الميدان عبارة عن حي الحياة فيه طبيعية. والغاية من هالأخبار هاي الكاذبة النيل من صمود جيشنا ووقوفه صفا واحدا مع شعبنا خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد. قواتنا المسلحة في كل مواقعها صامدة بطلة تلاحق العصابات الإرهابية لدحر هالمؤامرة الحاقدة التي تستهدف النيل من صمود وكرامة هذا الوطن. أكد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن القيادة السورية والقادة الشهداء داود راجحة وآصف شوكت وحسن تركماني هي التي نصرت المقاومة في لبنان وفلسطين، أما الذين يدعون اليوم حرصهم على المواطن السوري واللبناني والفلسطيني فقد كانوا في جبهة العدو مع الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل. وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانتصار حرب تموز أن القيادة السورية وعلى مدى السنين الماضية كانت تخاطر بمصالحها ووجودها ونظامها من أجل أن تكون المقاومة في لبنان وفلسطين قوية، فسوريا كانت ترسل السلاح والطعام والمال إلى غزة عندما كانت الأنظمة العربية تمنع الطعام والخبز والمال عن القطاع المحاصر، كما أن الصواريخ التي تهدد إسرائيل اليوم من غزة وجنوب لبنان هي صواريخ سوريا. في ناس بيحكوا عن سوريا أنها معبر للمقاومة، أن هي جسر التواصل بين المقاومة بين إيران، سواء بالنسبة للبنان أو بالنسبة لفلسطين، هذا صح، ولكن اسمحوا لي الليلة أن أقول سوريا هي أكثر من ذلك. هي ليست جسر عبور، هي سند حقيقي للمقاومة، ليس فقط على المستوى السياسي والمعنوي والشعبي والاجتماعي، بل حتى على المستوى العسكري. وعندي شاهدان. الشاهد الأول، وهنا لا أكشف سرا لأن الإسرائيليين أعلنوا ذلك في أيام حرب تموز، أن أهم الصواريخ التي كانت تنزل على حيفا وما بعد حيفا وعلى وسط إسرائيل فلسطين المحتلة كانت صواريخ من الصناعة العسكرية السورية أعطيت للمقاومة في لبنان. سوريا لم تكن للمقاومة في لبنان مطار أو مرفأ أو جمارك أبدا، سوريا كانت سند أعطت للمقاومة في لبنان سلاح يمكنها من الوقوف في حرب تموز. وأنا أقول لكم أيضا بصراحة إن أهم الأسلحة التي قاتلنا بها في حرب تموز كانت من سوريا، وليس فقط في لبنان، في قطاع غزة أيها الإخوة والأخوات، السلاح الذي كان يصل إلى قطاع غزة، الصواريخ التي تصل إلى قطاع غزة. معلش اليوم بدي احكي مشبرح. اسرائيل اليوم تخاف من قطاع غزة. قطاع غزة لأول مرة في تاريخه بنزل 1.5 مليون مستوطن يهودي على الملاجئ. اسرائيل تخاف اليوم على تل أبيب من قطاع غزة، ومن حقها ان تخاف. هذه الصواريخ
كيف وصلت إلى غزة ومن أين وصلت إلى غزة؟ هل أوصلها النظام السعودي؟ هل أوصلتها النظام المصري؟ هل أوصلتها الأنظمة العربية؟ لا، ولكن هذه صواريخ من سوريا وعبر سوريا. هذه سوريا، سوريا بشار الأسد، سوريا الشهداء القادة داوود راجحة وعاصف شوكت وحسن تركماني. هذه سوريا هي التي نصرت المقاومة في لبنان ونصرت المقاومة في فلسطين. نعم، اليوم لقد كان لهذا الجيش، لهؤلاء القادة الشهداء، فضل كبير في حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة. وإننا إذ نفتقدهم نتقدم من القيادة السورية ومن الجيش السوري والشعب السوري ومن عائلاتهم الكريمة، نتقدم منهم بمشاعر المواساة، منددين بهذا الاستهداف الذي لا يخدم إلا مصالح العدو. وهؤلاء القادة الشهداء اليوم كانوا للمقاومين في أكثر من ساحة، كانوا رفاق سلاح. وإذ نعزي بهم ونبارك بشهادتهم ونحزن لمقتلهم ولرحيلهم، لأنهم رفاق سلاح ورفاق درب في طريق الصراع مع العدو الإسرائيلي خلال عشرات السنين. تصعيد إعلامي مسعور سبق ورافق التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن القومي بدمشق بغية استهداف شعب سوريا ومعنوياته. بتناغم واضح نفذ شركاء الإرهاب جريمتهم الإرهابية بمشاركة قنواتهم الصهيونية الدموية التي استنفرت كل طاقاتها في الكذب والتحريض، مثلما استنفرت ببغاواتها الجاهزة من أعضاء مجلس اسطنبول للتحدث إليها كل بحسب ما أومئ إليه. كميات كبيرة من المعلومات والصور والعواجل التي لا تمت إلى الواقع بصلة ضختها قنوات الإرهاب بالتزامن مع مئات مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي بهدف التأثير على المواطن السوري ومعنوياته ونشر الفتنة والفوضى. فمنذ وقوع التفجير الإرهابي الجبان في مبنى الأمن القومي بدأت مئات الأخبار العاجلة والصور المرتبة والمجهزة والمفبركة تتواتر على شاشتي الجزيرة والعربية زاعمة حصول انشقاقات وانسحابات واشتباكات وقصف. عواجل وأخبار تماهت مع بعضها في الكذب والتضليل، وإن اختلفت أحيانا بالزعم، فما زعمته العربية بأنه هجوم لما يسمى الجيش الحر على مركز أمني في الحجر الأسود، زعمت الجزيرة بأن الطيران يقصف الحجر الأسود. وبين التناغم والاختلاف بين أخبار الجزيرة والعربية يظهر الانكشاف الواضح لهذا الإعلام الإرهابي أمام الرأي العام، كما يظهر فشلها في الحرب الإعلامية المفتوحة ضد سوريا. ويظهر أن ما عجزت عن تحقيقه المجموعات الإرهابية المسلحة لن تستطيع قنوات الإرهاب الدموي المأجورة أن تحققه من وراء كاميراتها. وعلى الرغم من الإرهاب الذي يستهدف سوريا، تواصل وحدات من قواتنا المسلحة والجهات المختصة ملاحقة فلول الإرهابيين. فقد لاحقت وحدات من قواتنا المسلحة فلول إرهابيين تسللوا إلى حي الميدان وقتلت عددا كبيرا من الإرهابيين واعتقلت عددا آخر منهم. كما لاحقت وحدات من قواتنا المسلحة فلول إرهابيين أجبروا بعض العائلات في حيي القابون وتشرين على مغادرة منازلهم. كما تصدت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة لمجموعات إرهابية مسلحة في الحجر الأسود والإسبيني كانت تحاول الاعتداء على المواطنين لإجبارهم على ترك منازلهم، وتمكنت من وحداتنا المسلحة من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين بين قتيل وجريح، كما ألقت القبض على عدد آخر من الإرهابيين. وفي حماة نجحت الجهات المختصة في مداهمة عدد من أوكار الإرهابيين في حيي الحميدية والحاضر بحماة وإلحاق بهم خسائر كبيرة ومصادرة كمية كبيرة من أسلحتهم.
بعد تلقي معلومات من الأهالي ومتابعة وتحر، تمكنت الجهات المختصة من مداهمة عدد من أوكار الإرهابيين في حيي الحميدية والحاضر بحماة، واشتبكت مع عدد منهم ملحقة بصفوفهم خسائر كبيرة، مصادرة أسلحتهم التي شملت بنادق آلية وقناصات ورشاشات بكيسي وقواذف أر بي جي وجعب صدرية وقنابل يدوية وقذائف أنيرجا ومسدسات حربية وطلقات رشاش وقناصة ناتو، إضافة إلى معدات طبية مسروقة ومهربة. هذه الأسلحة كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية المسلحة في عمليات استهداف قوات حفظ النظام واختطاف المواطنين وتعذيبهم. طلال السخني من محافظة حماة أحد ضحايا تلك المجموعات الإرهابية المسلحة. أنا المواطن طلال السخني من محافظة حماة. أثناء تواجدي في حي المناخ بحماة اجت مجموعة مسلحة إرهابية اختطفتني إلي ولسيارتي إلى منطقة مجهولة، وعند وصولي إلى المكان قاموا بتعذيبي بشتى أنواع أساليب العذاب والمهانة يعني، وطلبوا مني فدي، واتصلت مع أهلي وخلوني عندهم ما بعرف ترى بالضبط كم يوم يعني، وبالنتيجة إجا الجيش والأمن قام بعملية نوعية وحررني من عندهم. السخني تعرف على هوية الإرهابيين الذين قاموا بتعذيبه واعترفوا بجريمتهم، إضافة إلى قيامهم بأعمال إرهابية أخرى من قتل وخطف وسرقة. قمنا باختطاف طفل ما تجاوز عمره 13 إلى 14 سنة، وقمنا بأخذ ماله ودرجاته النارية، وقمنا باختطاف أيضا السيد طلال السخنة من حي المناخ من مجموعة الإرهابي سعد الطبع. لقد قمنا بالخطف والحرق المنازل والضرب الحواجز. اجى لعندي واحد من عصابات المسلحة اسمه أبو سعدو، وقد عرض علي الشغل معاه في عصابات المسلحة، وأنا وافقت اشتغل معاه براتب شهري 10,000، وافقت اشتغل معاه، وقد خطفنا بعض الأشخاص وحرقنا المنازل واتهمنا الجيش السوري فيهم. قمنا بحرق عدة منازل وسلبها ونهبها. من هذه المنازل منزل عائلة حباط في حي الحميدية، قمنا بحرقه وتصويره وبثه على القنوات ووضعه بظهر الجيش السوري. أنتمي إلى مجموعة مسلحة بقيادة بدر هنو. قام بدر هنو بأمرنا بضرب الحواجز وحفظ النظام والجيش، وقمنا بضرب القوافل العسكرية على الاسترادات والطرق العامة، وقمنا بتلغيم الشوارع بين المدنيين. عمليات المداهمة والاشتباك التي قامت بها الجهات المختصة مع المجموعات الإرهابية المسلحة أدت إلى قتل عدد كبير منهم، ومن بينهم المجرم الإرهابي بدر هنو وعدد آخر من زعماء الفكر التكفيري وإلقاء القبض على آخرين. كما لاحقت الجهات المختصة أول أمس في منطقتي سلقين وكفر تخاريم بريف إدلب مجموعات إرهابية مسلحة كانت تقوم بأعمال السلب والنهب والخطف والقتل. وقال مصدر بالمحافظة أن الاشتباك مع المجموعات الإرهابية المسلحة أسفر عن إيقاع خسائر كبيرة في صفوفها، مشيرا إلى أنه عرف من بين الإرهابيين القتلى مهند حسون وأحمد الظاهر ومصطفى حميدي ووائل مزروعي. طاردت وحدة من قواتنا المسلحة مجموعة إرهابية مسلحة في الأحراج المحيطة ببلدة الرامي بجبل الزاوية وسلقين في إدلب، وقتلت وجرحت عددا كبيرا منهم، عرف منهم الإرهابيان محمد أغجي وخالد أغجي. كما لاحقت وحدة من قواتنا المسلحة سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات في سرمدة قرب باب الهوى، وتمكنت من تدميرها وقتل الإرهابيين الذين كانوا فيها. كما لاحقت الوحدة مجموعة إرهابية كانت تزرع عبوات ناسفة قرب دوار معرة مصرين، وتمكنت من قتل أغلبهم. كما اشتبكت وحدة من قواتنا المسلحة مع إرهابيين في موقع وادي الضيف شرق معرة النعمان وفي محمبل بإدلب، ألحقت بهم خسائر كبيرة بين قتيل وجريح، وعرف من الإرهابيين عبد الكريم اليماني.
وإلى ريف حمص، حيث قامت مجموعة إرهابية مسلحة بإطلاق قذائف هاون من الحدود السورية اللبنانية على مقر أمانة جسر قمار في المنطقة الحدودية في تلكلخ بمحافظة حمص، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. وبعد حصول اشتباك بين حرس الحدود والمجموعات الإرهابية المسلحة وانتهاء الاشتباك بنحو الساعة، انتشر الجيش اللبناني على الطرف اللبناني من الحدود. وأكد عدد من المواطنين في أمانة جسر قمار أن إطلاق النار على الأمانة قد تكرر أكثر من مرة.